أنا مرة حسيت إني بشيء من الغرابة، مو على أساس إنه هو أصلا مجتمعنا بهذا الشيء، بالعكس إحنا مجتمع حضاري ومثقف وفاهم، لكن مرة قلت خليني أكسر الروتين في موضوع إنه الانتظار آخذ معي. أنا مرة رحت للبيك، وتعرف أحيانا يكون معك كتاب من الكتب اللي ما هو الكتب العميقة، كتاب يعني حق تصفح، فقلت خليني أكسر الروتين أشوف جس نبض الناس حول الموضوع ده، إنه أنا كيف داخل ممكن ينظرون إليك وأنت أيوة جاي البيك داخل البيك أيوة وأنا معايا كتاب. فسبحان الله في بعض منهم يعني ينظر بنظرة استغراب، كيف هذا الموطن سوي فيها يعني ايوه هذا اللي مسوي صح فعلا هذه نظرة. ويعني في البعض لا، يعني سبحان الله شوف جاني واحد قال لي كيف الجرأة انت تاخذ معك الكتاب وتجلس في محل الانتظار على اساس تنتظر اكلك وكتابك معك في مكان ما يمكن انه ممكن احد ياخذ معك كتاب، فتحصلها من ايش؟ من النوادر. فالقضية والمسألة احيانا برضو في الكرسي كيف نقضي وقتنا، ترى هذه شيء من الأشياء المهمة والجميلة في كرسي الانتظار. يعني شوف حتى قبل ذكرنا أنه فيها يقضى وقت، إذا قلنا مثلا من الشواغل لما نحط لنا شاشات قدامنا كلهم سبحان الله شوف شاشات موجودة في الطائرة والحلاقة ويعد الأسماء، فهذا تعطيك دافع أنه ممكن أنا لما أزور هذا المكان أحط لي شيء أقضي فيه وقتي استماع مادة صوتية. أهم الفائدة، دائما نحرص على الفائدة. وإذا كان في إذا كان في تخطيط جيد لها أتوقع النتيجة حتكون جدا إيجابية. استثمار يعني جميل. أحد الزملاء يقول أنا في عادة في رحلات الطيران أحب إني أدخل يعني آخر واحد، أجي مبكرا عند البوابة يعلن هذه، لما يدخل الناس كلهم يصير أنا أدخل آخر واحد. يقول أنا فكرة إني أنا أجلس وبعدين أقوم واحد يدخل يجي والناس داخلة وجاية، يعني بالنسبة لي مشغلة ما أحبها. ف يقول مرة وأنا طالع يعني آخر واحد، فتعرف لما تدخل في كرسي الطيران غالبا تدخل بطريقة كذا يعني هي ما هي جانبية فوجهك يكون للأمام. فيقول وأنا داخل كذا كان في رجل كبير في السن يعني كذا ماسك الجوال، فجاء في نفسي قلت يا الله يعني هالشايب ذا حتى الجوال أكل عقله لهالدرجة يعني مثلا ماسكه. فيقول لما دخلت كان هو في الكرسي اللي امامي، فطبيعي اني انا حشوف الجوال، فوجدته يقرا القران. سبحان الله يا الله. يقول انا ما خطر في بالي اني انا اقرا، يعني ما خطر في بالي يعني صراحه. فيقول قلت خليني اجرب هالرحله استفيد من وقتي، ابغى اسوي زي الشايب هذا. سبحان الله. يعني يقول بدون مبالغه قرات 4 أجزاء في الرحله هذه. يقول تعلمت درسا من هذا الرجل المسن أن الأمور ليست كما تبدو لك الله، وأن الأوقات قد تضيع يعني في توافه أنت لا تشعر، هو الوقت رايح رايح يعني أنت رايح الحين رحلتك ساعتين 3 ساعات 4 ساعات حتضيع إن ما استثنى إن ما ضاعت في برج المراقبة طالع اللي رايح واللي جاي واللي والناس إيش يسوون وإيش ما يسوون والشاشات قدامك أنت شايف كل واحد مشغل شاشة فتشوف هذا إيش يشوف وهذا إيش يشوف، راح تقضيها انت في جوالك كمان راح الوقت يمكن صحيح يعني راح. فبالفعل يعني هو التخطيط من الاشياء التي ستساعدك على الاستفادة.